النيل، يا سلام على النيل. أنا ساكن على النيل وده بيتي. لا لا لا، مش ده، ده أنا اسمي رشدي سرحان إبراهيم محمود أباظة، بس كل الناس بينادوني برشدي أباظة، وده طبعا راجع للشبه الكبير اللي بيني وبين رشدي أباظة. أنا دارس تسويق وعندي مكتب للبيع والإعلان، علشان كده أفكاري كلها مبتكرة، حتى في تطبيق الغسيل. يا ولد أجمل حاجة الدش الساقع، صيف شتاء، مصيري أجربه. دول جزء من فلوس تنكيس البيت، يا رب بس أعرف أكملهم قبل ما يقع على دماغي. 10 20، هو الدرج هيعد ورايا. حيرة كل يوم، ألبس إيه بقى؟ ألبس إيه؟ ما بحبش أزعل حد، ولا حد يزعل مني، خصوصاً الأستاذ علاء جاري، أصله بيقلق مني جامد. معرفش بيودي البطيخ ده فين. بحاول أنزل بدري جداً على قد ما أقدر علشان أعرف أعدي الشارع. أنا مؤمن جداً إن الإنسان يبدأ من الصفر. صحيح أنا مش لاقي الصفر لغاية دلوقتي، بس إن شاء الله حلالي. لا زحمة، شكرا شكرا، زحمة زحمة. إيه ده إيه ده إيه ده؟ ده الناس دي كلها مش لاقي الصفر. أكيد ربنا هيفرجها. جفنوه عندما الغدر. أبويا أدهم الشاذلي، بخيل موت حتى على نفسه، عنده 60 سنة وأنا ملك بنته، عندي 28 سنة، يبقى الفرق بيننا 32 سنة، يعني مستحيل نفهم بعض. هاي هاي هاي، اتجننت؟ اوعى تشيل الطبق من قدامي إلا إذا كان فاضي. امشي. خلاص خلاص. فحرقنا نفوسنا في جحيم. نهار اسود والليل تقيه النور ده كله، يا نهار والمراوح كمان، انت هزمت يا سليمان. ايه في ايه يا باشا؟ ما انتش عارف في ايه؟ ايه النور ده كله يا اخويا؟ بقى انا جايب لمبه ديون عشان اخف النور، تقوم تنور اللمبه كلها 100 مره اقول لك لمبه واحده وبالليل بالليل. انا رايي يا باشا ان احنا هنشتريهم محروقين. يا سلام، لسه هتدفع لي فلوس. عاوز نشتغل معاه في الشركه، بس انا واثقه انه مش هيديني مرتب، علشان كده انا بضارب في البورصه. هي دي الفلوس، ودي امي الله يرحمها سايبالي فلوس كتير، بس ابويا بينقطني بيها، عشان كده مش عارفه اضارب في البورصه براحتي.
هاتي موبايلات. ليه يا بابا؟ ما انا مطلوبه اهو. ايوه مش هتردي؟ يعني البطاريه هتفضل، هتشحنيها، يعني كهربا، يعني فلوس، مفيش موبايلات بعد كده. اوعي. كل الخناقه دي عشان فاتوره موبايلي جت 3000 جنيه بس. حاجه تحرق الدم. مكتبي في الحاره المتواضعه دي مؤقتا لحد ربنا ما يفرجها. سمحت يا ابني شايلني ده. كريمة سكرتيرتي، أصل السكرتيرية هي وجهة رجال الأعمال. صحيح هي ما تنفعش حتى وجهة محل، بس هي سكرتيرة مؤقتة لحد ربنا ما ياخدها. إيه؟ صباح الخير حبيبي. جمعة أنت بتعمل إيه في حمامنا؟ جايب لك شغلانة سوق. زبونة كانت عندي بتقص. روح العنوان ده وأنت هتعرف كل حاجة. يلا سلام. أقعد افطر معايا حبيبي. يفطر فين؟ في زبون جوه. امشي يا عم. لازم تمشي حالا. أوكي يلا زبون جوه. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك. محسوبك المعلم عبدو اجاني صاحب مكتب حانوتي الشباب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ما تاخذنيش معلش في السؤال، حضرتك حانوتي يعني محتاج الدعايه في ايه؟ لا الدعايه دي مهمه جدا بالنسبه لي انا بالذات، لان لا مؤاخذه انا شغلي كله حديث. يا ما شاء الله. شوف يا استاذ، انا عايزك تعمل لي دعايه تهز المقابر. تهز المقابر. طيب انا بتهيألي نبتدي بالتسويق الاول. انا ممكن اعمل لك عرض لمده شهر بس، الميت عليه ميت مجانا. حلو. وممكن نسجل سيديهات عليها صويت. الله حلو ده، انا موافق. انا عايزك كمان مؤاخذه تعمل لي شريحه في التلفزيون تقول فيها. في التلفزيون. عزيزي العميل، اختار تربتك بنفسك. بس هو بتهالي موضوع التلفزيون ده هيكلفك شويه. يا استاذ اعمل ميزانيتك، ما يهمكش حاجه. افتكرت انا عايزك تعمل لي كروتة. ماشي هعمل لك كروتة كده بشريطه سودا واكتب لك عليها وحده. ان شاء الله هتلاقي الميتين للركب بدون مقاطعه. لا لا وشك حلو عليه. اتفضل. طب يا ست اعوذ بالله. ليه يا بنتي كده شربات؟ ايه الفن ده يا عمو؟ مال الفن ده؟ شربات. تعال اشرب خد خير ان شاء الله. طول ما بيشربوش غير قهوه ساده. كنت تعملي اي حاجه سودا يا عم. اجرني. خلاص يا استاذ. استنى بس. خلاص حصل خير بقى. خلاص 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 ادلقيه في الحوض. خلاص راح الشربات. خلاص يا مؤاخذه دي السوى عشان الدعايه. سوى ايه الحلاوه دي؟ انا مؤاخذه الفلوس دي مش المبلغ كله، دول قرشين كده تحت التراب. تحت الحساب. طيب استاذن انا بقى. ماشي يا سيدي سعيكم مشكور. رفع الله وسعك. اهلا اهلا. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ يلا خش تعالى حبيب قلبي. حتى الحنوت عايز يعمل اعلان. ايه اخبارك؟ امسك يا سيدي. ايه دول؟ دول 250 جنيه حساب فكره اعلان البطاطس. لا يا راجل عجبتهم؟ دي مدغدغه الدنيا يا ابني. انت ما بتنزلش الشوارع ولا ايه؟ على خفيف كده. امسك يا سيدي ده اعلان جديد. لا لا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ جل للاطفال؟ جل كيرلي. جل للاطفال الشعبيين. يا سلام. يا ابني الشعبيين ليهم منطق خاص. اولا اسم كيرلي ده ما ياكلش معاه. احنا ممكن نغير الاسم ده ونخليه حاجه حرشه كده، عارف؟ جل 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 زحلقه. جل زحلقه بطعم الكاتشب. اعمل اللي انت عايزه. طب ماشي تمام. انا ماشي بقى. بقول لك ايه، انت رايح فين؟ انا رايح مدينه نصر. طب كويس قوي قوي، توصلني بقى معاك في سكتك. ليه انت رايح فين؟ الهرم. صباح الخير يا ادهم بيه. صباح الخير يا سامي. هاتي لك شوفات حساب البنوك كلها. ها؟ حاضر. الو
ايوه يا ملك. ايه مال موبايلك؟ طب معلش معلش ملك، فكري بقى بسرعه فيلم من افلامك لحسن ما باباكي طلب شوف حسابات البنك. طيب يلا يا ملك، باي باي. جاهزين يا واد يا صفصف؟ جاهزين يا معلمه. طب يلا رقصني. هوبا. خلاص حضني شك وشفتك عقلي شك، ما انت تقسي عليا وعاوزنا في شك، ما انت مش متظبط كل يوم بتلخبط، لو فضلت تخبط انا هفتح واكرشك فوق يا واد انا سوك سوك. الانسه زيزي جوه؟ الانسه؟ موجوده اتفضل. هي دي اللي قاعده. شوفي انسه زيزي؟ انسه؟ في حاجه حضرتك؟ اصل بقالي كتير ما سمعتهاش. بتضحكي الضحكه دي. اهلا وسهلا. وتطلع مين بقى بسلام؟ انا رشدي، رشدي بتاع الدعايه من طرف جمعه كوافيركي. طب تعالى اقعد. تعالى. ممكن بقى اعرف يا انسه مش زيزي ايه نوع السلعه اللي حضرتك عايزه تعليني عنها؟ سلعه؟ وانت شايفني قدامك ايه؟ علبه سمنه؟ ده انا عايزاك تطبع ورق عليه صورتي وهدايا عليها اسم وشنط بلاستيك واقلام ونتايج. ايه ده كله؟ هو افتتاح صيدليه. وانت مالك انت؟ هو انت شريكي. ان شاء الله تطبعي مسكيات. وعايزاك كمان يا اخويا تعمل لي اعلانات قدام الكباريه وعليها صورتي دي. حلمتي؟ ماشي. بس دي عريانه قوي. جرى يا اخويا؟ هو انت شايفني قدامك مدرسه؟ بقولك ايه؟ انت شكلك كده مش مريحني. عارف لو الشغل ما عجبنيش شايف الاتنين اللي وراك دول؟ الحقيقه شايف حتت منهم. تخيل انت بقى يا عينيا الحتت دي ممكن تعمل فيك ايه؟ لا في صوره عريانه اكتر من كده. طب جوز حضرتك موافق على الصوره دي؟ اهو جه. خبي الصوره دي، خبي الصوره دي. تعالى يا حام، تعالى يا حبيبي، قول لي ايه رايك في الصوره دي؟ حلوه قوي يا حبيبتي. عجبتك؟ ده مبسوط. عندك مانع؟ لا ابدا، نبقى كلنا مبسوطين والحتت مبسوطه زي الفل، ما عنديش اي مانع. ماشي انا اروح اخلص الشغل واجي لك على طول. وعينيا ليكم. يا سلام. يا السلام عليكم. سلام يا عامر. الله على جنبك. الله. السلام عليكم. ممكن تطفي السيجاره؟ ايه؟ دي محطه بنزين ممنوع. ايوه بس لسه مولعها. طب بقول لك ايه؟ لف لفه كده عقبال ما اخلصها. العربيه ما فيهاش ولا نقطه بنزين. طب خلاص انت مزعق ليه؟ كفايه كفايه، وصلت للفلتر. كنت شميت ريحته كذاب. يا ساتي. احط كام؟ حط 10.80 وعينك على العداد وخليه يتوصل. ال80 بيخلي العربيه تكركر. تكركر ده ايه؟ وانا راكب جوزه. حطه وانت ساكت. يا ساتر على الطمع. يا نهارك اسود ومنيل. افتح يا ملك. مش هفتح، مش هفتح الا لما ترجع لي الموبايل. بقول لك افتحي. ده انا هفتح دماغك واكسر رقبتك على الوديعه اللي كسرتيها دي. مش هفتح، مش هفتح كده. انت فاهمه يعني ان انت كده بتلوي دراعي يا ملك؟ وهفضل حابسه نفسي كده لحد ما اموت من الجوع. انا عايزه اموت كده. طيب يا ملك، طيب يا بنتي. يا ملك الوديعه معادها شهر 5. تكسر الوديعة اللي معاها بيومين ليه؟ ليه يا مفترية؟ ربع مليون جنيه؟ ما تديهم فين؟ رد عليا. في البورصة. يعني في البورصة. بورصة
يا دي البورصة ولا يا اختي مش هخلص من البورصة دي اللي عمري ما كسبت منها حبيبي. ها البورصة البورصة دلوقتي اسعارها دار ودلوقتي الشراء وبعدين دي فلوسي ورثة امي. امك امك كانت شحاتة امك ما عرفتهاش حاجة يا اختي. انا اللي كنت مدي الفلوس لامك قبل ما تموت. ويا رب اكون انا كمان عشان تخلص مني. يا رب يا اختي يا رب تموتي وروحي في 60 داهية. يا رب يا رب ريحني منها. يا رب ريحني منها بقى يا رب. وادي الجرايد اللي مضيع فلوسنا عليها. سمعتك على فكرة. ده شغل شغل يا جهلة. انت ما روحتش؟ لا. في ايه مالك؟ في ايه يا بنت مالك؟ الله الله يا كريمه كريمه بقى بس يا كريمه الله. في ايه يا بنت؟ في ايه؟ الفن اللي انا حملته الرهيبه دي. دي مش رهيبه دي جل. دي حلوه قوي. شكرا. انت هتكلم بابا امتى؟ ليه وعايز فنلات؟ لا لا طب بص اديله رنة وهو هو هيتصل بيك. رنة. عارف انا موضوع رنة ده. بقولك ايه يا كريمة؟ نعم. انت ما بتزهقيش؟ هو انت شايفني وحشة؟ هو انا بس اللي شايف كده؟ طبعا ما انت كنت بتقعد تقعد رقصة دلوقتي انا اللي طلعت وحشة. احترمي نفسك. الشغل بتاع الرقصة والحانوتي على الكمبيوتر هنا انقليه على ديسك وبعتيه المطبعة وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه. فاهمة ولا مش فاهمة؟ حاضر. اوعي. ماشي يا رشدي اشوف انا ولا رقاص. دلوقتي فضحتنا بقت بجلاجل في البلد كلها. يا ادهم بيه حضرتك ليك منافسين كتير اكيد حد فيهم عرف موضوع انخفاض المبيعات راح مسربه. ما هو ده اللي مجنني. الغسالات ما بتتباعش ليه؟ الناس بطلت تنضف. يا ادهم بيه انخفاض المبيعات في حاله وجود منافس جديد وبسعر ارخص شيء طبيعي جدا. عشان كده انا عندي اقتراح احنا نصرف اكتر في الدعايه. ده بيقول لي نصرف يا نط يا استاذ. انا بدفع لشركتك 150 الف جنيه في السنه. في السنه 150 الف جنيه وجاي دلوقتي تقول لي اصرف تاني. يا ادهم بيه ده المنافس بيدفع فوق المليون. مين ماشي يا نط الغاب ماشي يا لطفي. يلا يلا ماشي يا لطفي. يلا يلا مع الف سلامة. الف ايه للتبذير بتاعك ده الف. يلا في داهية. يلا 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 بقى خليك غرقان في خسارتك. حاسب على الشاي بتاعك قبل ما تمشي. وانتوا كمان كل واحد فيكم يحاسب على الشاي بتاعه قبل ما يمشي. ايه يا واد مالك مبلم لي كده ليه؟ يا نهار ابوك اسود. ايوه ايوه. عم حامد مالك في ايه؟ انت عيان ولا ايه؟ انا رشدي مش فاكرني ولا ايه يا عم حامد؟ عم حامد مالك؟ بقى انا الموت علي حق. موتوه. هو ايه اللي حصل؟ بقى يا سيدي كهرباء اخر الاحزان حزنوه. لا 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 ايوه حصل. انا المعلم اجاني على سن ورمح خلتني ركاسه مصر الاولى. ها حصل ده انا ما كنت تحط هنا متينه وسواري. هو انت بقى بتاع الموت علينا حق. شوف شغلك دينا. اشوفك في الاخره بقى. اخربك فين؟ مفيش في وشك مكان. يا عم اضرب وانت هتركن. شمالي انا بس للدرجه دي الرقاصه والحانوتي شبه بعض قوي كده عشان تتلخبط ما بينهم. بس لا يا اخي انا بجد وحي مش عارف المصيبه دي حصلت ازاي. معلش معلش تلاقي بس السهر والاراق خلاك اتلخبطت وبدلت السرعه. المهم فين الشغل يا عم انت؟ قدامك يا عم على الكمبيوتر. حلو قوي تسلم دماغك. اي خدمه يا عم. ودول يا سيدي 200 جنيه. بقول لك ايه يا سموحه؟ ما تشوف يا عميل من العملاء الكبار بتوعك
يظبطنا في اي مبلغ كده في شغل حلو ولا حاجه لحسن حالم اشفرك بدل التنقيط ده. يا ابني مفيش احلى من الشغل اللي بجيبه لك ده. الشغل مع الناس الكبار ده وجع دماغ يا سيدي. اهو اجرب. انت حر. هديك عنوان زبون اسمه ادهم الشاذلي، زبون 100 100. ليه قصه كده هحكيها لك بعدين. بس اوعى تقول انك من طرفي. عيب يا عم. هو انا عيل اقول انك من طرفي؟ ربنا يكرمك يا سموحه يا اصيل يا رجوله. بقى. ايه بقى اللي انت بتعمله ده؟ يا اخي مش عارف التلفزيون ده كان بيجيب القناه الاولى، حاولت اجيب له تانية مش عايز، الزر ضيق شويه. لا بنرمي الزباله ده. زباله؟ ده بيجيب الجزيره ده. جزيره؟ اه. جزيره ايه؟ جزيره الذهب اللي قدام الناحيه التانيه. خلص البنت خليها تتنقل تزف. حاضر يا ستي. هي بتتجوز ولا بتولد؟ في ايه يا جمعه؟ ايه القلق ده؟ ايه الزحمه دي؟ ده فرح ولا ايه؟ عروسه دي؟ اه يا اخويا عروسه. امال جاموسه؟ طب بالراحه شويه يا ستي. الف مبروك على الجاموسه. يلا يا جمعه خلصت. خلاص خلاص شطبنا. اتفضلي يلا يا بنت. تمام نظر. بس يا سيدي مش عارف اجمع قرشين انكس بيهم البيت اللي هيقع على دماغي ده. يا عم ولا تضايق نفسك. انت مش قلت لي ان انت لسه واخد 200 جنيه من سامح الزفت ده؟ اه. اديهم لي اديهم لي اديهم لي اديهم لي ليه؟ هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده. بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟ اسمع كلام صاحبك مره واحده، اسبق ان انت على البيت وانا هجيب الناس واجي لك. انت متاكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه. ما تقلقش يا عم، مفيش حد هينكس لك البيت غيري. يا غبي حبيبي. ايوه. ايه رايك بقى؟ هنقضي الليله زي الفل. خش إيه خش. ايه ده؟ انا قلت لك عايز انكس البيت مش انكسه. ايه ده يا عم؟ عادي مفيش فرق ما بين انكسه وانكسه. هو انا مهندس؟ وبعدين انا قلت انكسه لك ب 200 جنيه بس. دي خدت 100 ودي خدت 100. طب والقزعه دي تاخد 100 ليه؟ الاطوال ما تفرقش في الحاجات دي. دي من شارع الهرم ودي من اول فيصل. اتفرج بص شايف النسوان عامله ازاي. انت جايب لي ازازه وكوبايه وتقول لي عليهم نسوان؟ لو مالكش في الطول خليك مع القصيرين. انت تخرسي خالص. اسكتي. امشي امشي امشي. انزلي تحت وقفي تحت السلم. امشي جمعه لو سمحت. ماشي الناس دي حالا حالا. يلا اوفسايت النهارده. راح فين انت؟ امشي وقف هناك. امشي مالكش في طيب نصيب. عارف يا اخويا. امشي. مبسوط؟ مبسوط يا زفت؟ طيرت ال 200 جنيه اللي انا لسه واخدهم من سامح. سامح ده بيسرق افكارك بملاليم. والسامح ده اللي انت روحت اديت له فكره مشروع التخرج وخد امتياز زيه زيك. بس شوف دلوقتي هو بقى فين وانت فين. عايز نعمل ايه يعني؟ انا عايزك تبقى طيب يا رشدي زي ما انت، بس ما تبقاش اهبل. دي ارزاق يا جمعه. وبعدين خلاص يا عم هردها لي. دليني على زبون عنده شغل كتير جدا وايده فرطه. هعدي. اه طب لو عديته بعدي عليا بقى. ماشي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا عايزك تقول لي على محل من المحلات اللي انت بتجيب منهم لوتو من الشيك بتاعتك دي. عليك وعلى ابو نسمه تحت الكوبري بولا ابو العيله. لا لا انا عايز حاجه في الرخيص يعني، لو في حاجه فوق الكوبري شغال. ايه ده؟ 200 جنيه هيرجعوا هيرجعوا. انا كلمت وخدت ميعاد مع ادهم بيه. مين حضرتك؟ انا مدي لحضرتك الكارت بتاعي مش نقطه تقريها. طب معلش انا اسفه قوي. حضرتك روح عند الانسه غاده. حصل خير حصل خير. صباح الخير. ايه مفيش منديل لو سمحتي بس امسح النضاره. لا مستوردة مش من هنا. شكرا. انت ازاي تقفل حسابي في البنك من غير ما تقول لي؟ ومن هنا ورايح مفيش فلوس غير اللي انا حديها لك. وما تعطلنيش انا مش فاضي. يا بابا شركة الاتصالات هتطرح اسهم اكتتاب جديد. عارف يعني ايه اكتتاب؟ عارف يعني اكتئاب هيجيلي عشان هتعوزي فلوس كتير. انا فعلا محتاجه فلوس كتير عشان اعمل خساره. بس يلا يا زفت انت كمان. ايوه انا كنت بغسل المواعين. هم 100 جنيه مفيش غيرهم. ومفيش عربية بعد كده. هات يا بنتي مفيش العربية. ايه يا بابا دي امي كانت جايبها لي. امك كانت بتسرق مني فلوس بعد ما انام. انا امي كانت جايبها لي. امي يا نهارك اسود ومنيل.
سجاير؟ يحصلي السجاير دي كمان؟ مش بتاعتي، دي بتاعت سالي، كانت هنا امبارح ونسيتها وانا شلتها عشان ابعدها لها. سالي انت فاهم ان انا مش هعرف؟ هعرف، هعرف كل حاجه ومفيش ولا مليم بعد كده. هات المفاتيح يلا. انت ايه اللي خلاك تدور انت كمان؟ هلا سيب شرب بنزين وخلاص. انا ركبت، يلا يلا غوري من هنا. لندن، استراليا، وطوكيو ونيويورك. ليه مش حاطين توقيت الشرابيه يعني؟ ده الشرابيه دي فيها شغل كده، بس اللي يلاحق. يلا. جرحت الشنطه. ابعتي لي سالي بسرعه يا غاده. حاضر يا فندم. مين ده يا غاده؟ ده ادهم بيه. طب ابقي سلمي لي عليه بقى. السلام عليكم. رايح فين؟ ها؟ قلت اقف شويه. في ايه يا انكل؟ هو انا سرقت حاجه ولا ايه؟ شش ولا كلمه. تعالي. قولي ها ها ها. انت ضربه فسيخه الصبح. ايه ده؟ على مو انا ظلمتك. ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقها فيكي. الاستاذ ده عايز حضرتك. عاوز ايه ده الاخر؟ رشدي اباظه. وده عاوز ايه؟ جاي يدور على سامي جمال هنا؟ انا مش فاضي. بس بيقول انا عايزك في شغل. خليه يدخل وانت لمي حاجتك بسرعه. يلا اتفضل. انا؟ ايوه انت. اتفضل. دوري جه. طيب. سيبي انا داخل. يا رب يا ساتر. بره! افتح بره! ده انت مجنون! قال كل نفسك قبل ما حد ياكل. مجنون انت، اطلع بره. انت كده بتخسرني يا سيدي. ده انت خسرتك مكسب. بره بره. اسمع بس، انا عايز اقول لك ايه تاني. هو كان في اولاني. قلت بره. طب ماشي، حاضر حاضر. بص خد الكارت بتاعي معاك، خليه معاك. احتياط احتياط. حاضر يا سيدي. رشدي اباظه، زكي روسو، اتفضل بره. هاتولي بتوع الامن. انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن. تطلب لي الامن ليه؟ انا عندي شركه زي زيك بالظبط. زي انا يا حقير يا واطي. طب وليه قلت قلت ايه؟ قلت ايه يا انت؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ اصبر. مش لاقي غير قله الادب. قلت قلت قلت. تصدق ملهاش؟ شفت حاجه تحير. ليه بقى قله الادب دي؟ خدوه بره. لا خدوه بره. انا اما وريتك والصغير بيصير ويكبر يا ادهم. يعني هو مفيش غيرك في السوق. ماشي انا هربيك. انا اتقطع الكارت بتاعي يا ادهم. انتوا واقفين تتفرجوا؟ شوفوا شغلكم. يلا. وانت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ على مكتبك. اتفضلي اتفضلي. حاجه غريبه. قلت لك سامح ده هيضيعك. قلت لي هعدي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله الاجه وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تتدرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي. دي البدله تربدت. بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه؟ خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. انت بتعمل ايه؟ ها؟ عايز اشوف قفايا متسرح ولا لا؟ ايه ده حبيبي يا اخي؟ ايه ده يا جماعه، احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم، دي فسحه خمس نجوم. ما تقلقش، دول كلهم حبايب واصحاب. حبيبي الله. ابو جمعه صباح الفل. المعلم مشمش والله ده كويس. ده اوانه رشدي مش اوانه. خد يا عم تقطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكم على الشاي. اتفضل. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم. ما تخافش، ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مشمش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. اه طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني ساب شغله ومتفرغ للمخدرات. كنت شفت. ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل. حبيبي مساء الفل. مساء القشطه يا معلم. مين؟ احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ اه. طب خلاص يا جماعه ما تاخذنيش، انا اول مره اشرب خمره.
خمرة ايه؟ ده صاحبك ده من راح في داية. اوه لا صحيح يا معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده. ده جاد بتاع الفول. لا بتاع الطعمية. طعمية؟ هو انا قلت طعمية؟ يبقى انا قلت بيتزا. يبقى شهادة لله ولا مش شهادة لله؟ تمام. منور يا عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ سالي انت ازاي جايك لو سايباني في المصيبة اللي انا فيها دي؟ في ايه؟ في ايه؟ مصيبة ايه؟ طنطا ازيك يا طنطا؟ ازيك يا لسه جايبه هدوم من اوبن ديت جنن، تعالي سلم وفرجك عليها. هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي؟ دي كانت موضه وبتلي. خلاص مش طايقه، ده خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني. ما خلاص بقى يا ملك، يا ملك عايز انام، بقى لك ساعه بتحكي لي باباكي عمل ايه؟ يا ولاد صباح على خير. وانتي الاهل يا ماما. انا فكرت في حكايه كده هتخلي ابويا يلف حوالين نفسه واخد اللي انا عايزاه واشتري في الاكتتاب واعوض خسارتي. ولازم تساعديني، انا هقعد عندك يومين. حكايه؟ هو انا ناقصه حكايات يا ملك؟ عايزه ايه بالظبط؟ هقول لك، هو اخوكي فين؟ في نبطشي. طب وفين موبايلك؟ في الشنطه. ايه بتقولي ايه؟ اتخطفت يعني ايه؟ بابا انا بكلمك من وراه، ده ماسك مسدس. بابا اوعى تبلغ البوليس لحسن يعملوا فيا حاجه. مسدس؟ ملك مين ده يا ملك؟ مين اللي خطفك؟ يا بنتي اهدي شويه وقولي لي. انت مشوفه انا عامل فيه ايه؟ يا بابا اسمه ايه؟ اسمه ايه الكلب ده؟ بس يا بابا. اي في ايه يا جدع؟ مش عارف يا عم، الدكة دي زي ما يكون فيها خازوق. خازوق؟ وريلي. وريك ايه يا عم انت؟ خلاص مفيش حاجة. بتوريلي يا جدع ما فيهاش حاجة، احنا اخوات. يا عم وايه الحاجات دي فيها اخوات؟ خلاص يا عم ورينه يا عم. كبسة يا معلم، كبسة يا معلم. ايه؟ كبسة؟ كبسة يعني ايه؟ خلاص مالك في ايه؟ ده انت مع المعلم مشمش اللي عمره ما اتمسك في حياته ابدا. طب انا عليك سايكو ولا فيكوا بقى صاحب القهوه دي؟ المعلم جد. الله، هو اختفى وراح فين؟ معلم جد ايه؟ بطل تواضع بقى، المعلم مش هو صاحب الغرزه دي يا باشا. غرزه ايه يا عم انت؟ ده صابون ثقافي. صابون ثقافي؟ فين الحشيش؟ المعلم مش تاجر مخدرات، هو اللي عارف الحشيش فين. طلع الحشيش يا معلم. ما اطلع ايه؟ ما انا ايه ده بس، وما تخافش حاول تفتكر. فين الحشيش؟ مش هيفتكر. فتشوا الغرزه بقى. اخلص انت، فتش الغرزه بقى. ما لقيناش حاجه يا فندم. ايه؟ بصيت تحت الكنبه دي؟ طيب بصيت يا فندم. انا مالكش دعوه بيه، كلمني انا. انا الضابط. مفيش حاجه خالص يا فندم. الحمد لله يا معلم. مش افتكر الحشيش فين بدل ما يقبضوا عليك. ما تصدقوش يا سعاده الباشا، ده دماغه مخروشه وانا بعالجه. مخروشه؟ ماشي يا معلم مش الجيات اكتر. يلا. وانت من اهله يا باشا؟ كده الناس تمشي كده من غير كوبايه شاي ولا يلاقوا حشيش ولا. فيك ايه؟ اهدى يا معلم، عدت على خير. مصر هي امي، دلها هو دمي، فتحها صهاري، شتها ولمي، عدلوا ولمي. ايه الجنان اللي انت عملتيه ده؟ ازاي تدبست الراجل معاكي كده؟ انا اتزنقت بقى. وبعدين يطلع مين سروش دي ابوظه ده اللي انت شايله كارته في شنطتها؟ يا سلام، ده واحد جه لابوكي النهارده الشغل وابوكي بهدله وطرده. ايه يعني ابويا عارفه؟ ايوه. هو احنا يعني اتفقنا انك تقولي اسماء؟ خلاص مش مهم بقى. مش مهم ازاي؟ ما هو بابا ممكن يتصل بيه ويساله، الموضوع كله يتعرف. مليني نمرته، مليها لي. الو. ايوه انا رشدي اباظه. فندم شغل دلوقتي؟ لا الحقيقة أصل أنا مسطول دلوقتي. مشغول دلوقتي. طيب حاضر. ربعاية وأكون عندكم. أيوة عارف المكان، عارف. ماشي سلام.
ولا جمعه جالي شغل يالا. المكان ده وشه حلو عليا. اشوفك بكره. سلام حبيبي. مساء الخير. رشدي؟ ايوه. أباظة؟ فعلا. ايه ده؟ مش انت اللي كنت في الشركه السوق؟ الله، واضح ان الموضوع اعجاب بقى ولا ايه؟ انت مش كنت تقولي انك معجبه؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي؟ بس نوصل الاول، وبعدين انا عندي ترتيب كويس. ممكن اعرف انا فين وانت عايزه مني ايه؟ طيب ممكن تهدى بس شويه؟ انت شايفاني مجنون وبكسر في البيت. اسكت بقى، اسكت لغايه لما نعرف هنعمل بيك ايه. هو انا وقعت في عربيتك؟ ده انت اللي خطفاني. مين دي؟ مين دي؟ خدت منه الموبايل وقفلته. انتوا خاطفيني عشان تتكلموا في الموبايل؟ نابوكوا على شونه، ما فيهوش رصيد. احنا محتاجين لك في مسألة إنسانية. وإيه علاقة السكينة بالإنسانية؟ ارمي السكينة يا سالي. إيه ده؟ إحنا آسفين قوي على الطريقة اللي سالي جابتك بيها، بس أنا واثقة ومتأكدة إن أنت هتفهمني وتحس بيا. أحس بإيه بالظبط؟ أنا ملك بنت أدهم الشاذلي. إيه؟ صدق اللي قال ابن الكلب عوام. معلش، معاك حق. أنا عرفت إنه بهدلك وطردك من مكتبه زي الكلب، وهو السبب برضو في اللي انا فيه دلوقتي، بسبب بخله وجشعه. انا عاجزه زي ما انت شايف، وما بقدرش اجيب لنفسي حتى كوبايه الميه. عارف، انا من سنتين بس كنت اقدر اجري، امشي، اقف، اتنطط، ارقص، اركب عجل. وفي يوم من الايام كنت مسافره اسكندريه عشان افتح الملجا بتاع الايتام، ولما حسيت ان انا هتاخر عن الميعاد سقت باقصى سرعه. ما تهدلنا النور ده شويه لو سمحتي. ما تاخذيش. هي العروسه اسمها ايه؟ سالي. طب شويه شاي بلبن. ماشي. كنت ماشيه على 220 وفجاه لقيت قطه بتعدي الطريق. قطه؟ وكان في بنت صغيره بتجري وراها وكانت بتعيط، فما كانش قدامي غير اني احول بسرعه. العربيه اتقلبت بيا، وكل ده عشان انقذ البنت طبعا. طب والقط؟ راحت ضحية البنت، ومن ساعتها وانا فاهم مشلولة، وما بقاش ليا في الدنيا دي غير الكرسي ده والهيدفون ده عشان يسليني. طيب انت عايزة مني ايه بالظبط؟ هفهمك. في عملية لو عملتها ممكن امشي تاني. وانت عايزاني انا اعملك العملية؟ لا، انا عاوزة فلوس مني. انا اخر 200 جنيه كنا هننجز بيهم البيت، وبعدين انا لسه من شويه. اصبر شويه. ايه ده؟ انا اسفه قوي يا رشدي، اصل على قد بابا ما هو غني على قد ما هو بخيل. تخيل يا رشدي مش عايز يدفع لي تكاليف العمليه. اخس. ايه ده؟ طيب انا برضو وضعي ايه في رحله العلاج دي؟ انا مش فاهم. هفهمك. احنا لو ما كانتش ضايقك يعني، احنا فكرنا انك تخطفني. نعم، ده انتوا اللي خاطفيني. لا لا لا، دايما ملك بتقول لك كده، انت تخطفها وتطلب من باباها الفديه، وناخد احنا الفلوس وملك بقى تعمل العمليه. انتوا اكيد بتهزروا. لا بجد. بجد؟ واشمعنى انا يعني اللي اخترتوني؟ لاني اتورطت فيك وقريت اسمك من الكارت اللي كان مع سالي، فالقدر اختارك من بين كل المصريين. ما انا مش مصري. انا من منيا القمح. لا، ما هو من منيا تبقى مصري. والنبي يا فرحتي، افرضي ابوك يبلغ البوليس. مستحيل. ليه؟ معهوش نمرته. بابا بيخاف على سمعته قوي، وهيخاف الخبر ينتشر في الجرايد، وعمره ما هيعمل كده. طب لو ما وافقتش؟ يبقى عمري ما همشي على رجليا تاني، والشلل ينتشر في كل جسمي. ينتشر ايه؟ هو حصبة. خلينا في الموضوع، قلت ايه؟ طيب فكوني وسيبوني 3 دقايق مع نفسي افكر. فكي يا سالي. فكيني يا عروسة. خير يا ادهم بيه؟ ده انت مصحيني من النجمه. رشدي أباظة خطف ملك بنتي يا متر. رشدي أباظة؟ طب دي حاجه كويسه خالص. ايه كويس اللي فيها؟ هو خطفها تمثل معاه؟ بقول لك خطفها. رشدي أباظة مين يا فندم؟ الواد اللي انا طردته من المكتب، اكيد خطفها عشان ينتقم مني. هعمل ايه يا متر؟ يا
يبقى لازم نبلغ البوليس. لا ما اقدرش ابلغ، لو بلغتي ممكن قوي يأذيها. اوعى. انت قافل التليفون ليه؟ هو هيهرب منك؟ مالكش دعوة انت. ايوه يا ادهم بيه. انا جمعت الكارت وفي التليفون وفي العنوان. ايه ده ايه ده؟ الشارع اللي انتشر ولا ايه؟ وهربتوني بره مصر ازاي؟ الساحل الشمالي دي في مصر برضو؟ ايوه الساحل الشمالي بتاعت مرأية مارينا. ايه؟ مارينا؟ مارينا بتاعت الأغنية؟ ايوه. طب ده كلام يا جدعان بس، ده كلام يعني؟ ايه بس في ايه مالك؟ الواحد لا جاب معاه مايوه ولا عوامة ولا أي حاجة. مايوه ايه وعوامة ايه؟ ما تخلصنا بقى. طب هي الحكاية دي هتاخد كام يوم؟ بالكتير قوي يومين. ليه؟ ما نقفل الأسبوع بقى. هو أنت جاي تصيف؟ ما تخلصنا بقى، قررت ايه؟ موافق. وانا هعوضك عن اي خساره، اول ما ابويا يدفع لك الفلوس هديك اللي انت عايزه. لا اذا كان كده انا عايز 2000 جنيه اركز بيهم البيت. هرجعهم لك. انا ايه مغسل وشي؟ يا ريت، لحسن الدبان ابتدى يتلم. صدق شكلي هرتكب جريمه. يا واد بتاع السكاكين انت. وانا كمان هقوم اغير هدومي. ايه هتقومي؟ هروح اغير هدومي. عندك مانع؟ لا. طب روح عشان اروح اغير هدومي. لا. انا هفضل تحت رحمه الواد المعفن ده. يا شيخه حرام عليك، ده شكله غلبان قوي، وبعدين ما تحمدي ربنا انه وافق اصلا. غلبان ده شكله لئيم جدا، مش بعيد يكون طمعان اصلا في الفلوس. مش فاكره لما طلب مننا ال 2000 جنيه؟ على فكره احنا مش لازم نطمن له، احنا مهما كان بنتل لوحدنا. معاكي حق، انت بتعرفي الحاجات دي ازاي؟ انا بفهم من النوعيه دي. بقول لك ايه، انت متاكده ان ما حدش هيطب علينا هنا؟ ما تخافيش، ما حدش بيجي هنا غير في الصيف بس. انا هسيبك شويه. هتروحي فين؟ اجيب اي حاجه ناكلها. طب استني نازله معاكي اما اشوفه بيهبب ايه. يلا. ايه ده؟ الحق بصي فرش الدنيا ازاي. على فين يا شراني؟ هروح اشتري حاجه ناكلها. طب كويس قوي، اجي معاكي عشان انا عايز اشتري شويه حاجات. لا مش هينفع تروح معايا عشان هي رايحه تجيب لي حاجات حريمي. طب هروح معاها ومش هبص. ايه ده وتسيبني لوحدي؟ طب افرض يعني انا عوزت حاجه. هتعوزي ايه بس؟ ما هي كل حاجه مترتبه وزي الفل اهي، مش هنتاخر. طيب الاقيش معاكي نقطة فازلين ولا حاجة احطها عشان. لا ده هو كده حلو قوي بجد؟ يا ربي يا ساتر. ايه ده؟ ايه اللي رجعك؟ انا قلت ارجع عشان لو حبيتي تعديلي الاريال. مرسي قوي. طب ممكن بقى تظبطه لي يعني من فوق؟ اكيد ده لعبتي. فوق اهو. طب بسرعه. لا ما اعرفش سعادتك راح فين. ده حتى ما جاش في ميعاده النهارده. ده انا حتى قلقانه تكون جرى له حاجه. طيب لما رجع من عند ادهم بيه الشاذلي ما شفتيش البنت دي معاه؟ مين دي؟ يا سلام، ومالك بتقرفي قوي كده؟ دي بنتي اللي خطفها. ايه؟ خطفها؟ انت متاكد انه خطفها؟ ايوه متاكد. ليه؟ عشان انا طردته من الشركه. والله علي يا سيروشدي بيعرف يخطف ويغتصب، ما انا كنت قدامه.
ايوه بس انت تيجي ايه جنب بنتي؟ بصي في الصوره كويس. شفتها. بصي يا ادهم بيه، انا هقول لك الحقيقه، اصل حضرتك قساوت عليه قوي في الشركه، ورشدي ده ولد حساس وطيب، جه هنا منهار قعد يسكر ويضرب بانجو، وانا حاولت اهديه ما عرفتش، زقني قال له ايه وديني وديني يا وادي ادهم، بلا اهرب وقطع قلبك على بنتك. قال يا وادي ادهم مش مشكله مش مشكله، بس هو والله ولد طيب وحساس. في صوره كده لسه. هو احنا هنكلم ابوكي ولا هو اللي هيكلمنا؟ هيكلمنا ازاي بس؟ هو مين اللي خاطف مين؟ وبعدين ما ينفعش احنا اصلا نكلمه من على الموبايل، عشان كده ممكن مكاننا يتعرف. جبت لكم فاكهه وجبن، هخش بقى اعمل لكم سندوتشات. برافو عليكي، يلا انزل بقى عشان انا اتخنقت. حاضر حاضر، اكيد كده الصوره جت، بس السلك ده مش عارف ماله. جرالك حاجه؟ لا انا كويس انا كويس. انت ايه اللي وقعك ده؟ انا حسيت ان انا شفتك بتمشي. على فكره بمشي؟ يا ريت يا ريت اقدر امشي، ده انت بس تلاقي تهيؤات من الوقعه. يا لهوي. معلش تعالى وانا اغير لك هدومك بدل ما توسخ الفيلا. هدومي كلها اتطيرت. يا نهار اسود. الحمد لله النضاره سليم. ايه ده التلفزيون اتظبط؟ ايه ده مين الممثل ده؟ ده رشدي عبازة. هو ده بقى يا رشدي؟ كل ده متغير يا رشدي؟ لا اصل كنت باخد دش خلاص خارج اهو. ايه ده؟ ايه وحش؟ لا بالعكس ده حلو قوي، علاماتك مظبوط. لا ده واسع من السد شويه على فكره. في انت بتضحكي على ايه؟ انا مش قادره اتخيل وانت بتكلم اخويا وانت بالمنظر ده. ايه ممكن انا دايخه ولا ايه؟ ما تقلقونيش بقى. يعني مش مشكلة، هو انا هكلمه في التلفزيون. طب يلا يلا. طب ساعتك احنا هناخد اجراءاتنا وهنعمل اللازم، بس تحذير هام، اوعوا الخبر ده ينتشر عشان الواد ما ياخدش حذره وما نعرفش نعمل حاجة. احسن مرة، انا شخصيا مش عاوز فضايح. طب ساعتك لو اتصل نقول له ايه؟ اعرف منه هو عاوز ايه وبلغنا بطلباته اول باول، وحاول تتصل بيه انت كمان. جايز يفتح موبايله ولا حاجة؟ مش مشكلة، انا هستناه لما يتصل هو براحته، بس اهم حاجه السريه التامه. حاضر نستاذن. السريه التامه. حاضر حاضر. هشام باشا، ها في اخبار جديده؟ بقيت عند ملك. اوكي يا حبيبتي سلمي لي عليه. ماشي يا ماما. ماما بتسلم عليك. سلمي لي عليها قوي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. الحمد لله غدا عملت لي يومين اجازه، يعني خلاص كله بقى تمام. ايوه يا عم بقينا نعرف نخطط ونقول اهو. شفتي بس حركه قميص النوم دي هتخلي رشدي يتحبس طبيعي. اما حته صدفه. صدفه ايه يا بنتي؟ ده كله متخطط هنا، ما تفهمي بقى. برافو عليكي. هو بيعمل ايه كل ده؟ يا ابني اسمعني هدلعني تاخد عيني كمان. بص 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 زعلان ازعل ازعل نص نص. ايه ده يا نانسي؟ نانسي انا غلطان ان انا طوعتكم ولبست الزفت ده، انا لازم اشوف حاجه تانية تتلبس، احنا جايين نخطف ولا نهزر؟ بس انا مش عايز اشوف ابتسامة واحدة فيكم، وخصوصا انت يا فايزة. تخلي بقى كده عشان بحب اقعد قدام. ده حسب الديل. بص بقى عايزك اول ما تكلم ابويا تخش فيه شمال تخوفه جامد. ركز معاها بقى. طيب طيب ترهبه تحسسه ان حياة بنته في خطر. هو بقى هيخاف. تقوم انت بقى في ساعتها تحتار بالفدية اللي انت عايزها. عايزك تتخن صوتك كده عشان يحس ان انت مجرم بجد محترف. انا عارفه ابويا لما يخاف اوعى يزعق وانت تضعف كده. لا تط ناسفنا انقطاع الخدمه. ايه لوك 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 لوك. خلاص عرفت. طب هنعمل ايه؟ سالي هات تليفونك. لا 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 الا تليفوني، انا ماليش دعوه خالص. اكلمه من اي تليفون في الشارع بكره. طب خلاص خلاص تليفون البيت عطلان وهي تليفونها. لا 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 وانا موبايلي ما فيهوش رصيد. ايه ده انا موبايلي فين؟ فين موبايلي؟ سالي ادهوله. في ايه؟
ويا ريت لو معاكي قرص منوم بقى لحسن، انا بجد ما بيجيليش نوم بالليل خالص. ايوه معايا بس بص خد نص قرص بس خلي بالك. خلي من ايه؟ مناش الحاجات دي على فكره. شفتنيش انت عند المعلم مشمش تكسر القعده. يلا اقعد اهزق بقى. يلا تصبح. هنوديها فين؟ هنحبسه فوق. انا خايفه يكون مات. ماتي ما هو بيشخر قدامك. تعالي بقى لما افرجك على بقيه الفيلم. هتعملي ايه؟ هتشوفي. بصي بقى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتبليها ليه؟ البطون مهدوم ومبلوله عمره ما هيقدر يكت. انت عليك ايه المخ ده؟ تعمل ايه؟ لا لا انا انسان عادي. خد يا هديه. يا ابني انت جاي بالسرعه دي ليه؟ خد يا لا. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ سالي كانت بتزقني فوقعنا. ده اسمه كلام يا سامي. معلش ايدك بس معايا. خير ان شاء الله. معلش. هو انت ايه اللي صحاك بدري كده؟ انا قلت اصحى بدري بقى عشان نلحق الخطف من اوله عشان ربنا يكرمنا. اغير بقى اللبس ده. ايه ده؟ الظاهر الدنيا مطرت. وهي الدنيا مطرت على بدلتي انا بس ولا ايه؟ بتقول ايه يا لطفي؟ نشر الخبر؟ طب استنى استنى هنا استنى. هات الاهرام يا ابني. حاضر يا باشا. اتفضل يا باشا. يا دي المصيبه يا دي المصيبه. خد اطلع. ايه ده انت بتشتغلني ولا ايه؟ تاخد مني الجرنون تقلب فيه يبقى كده ترجعه لي؟ رجعته لك ناقص خبر ناقص صوره قلبت فيه بس ما قريتوش. اطلع. طب انا مالي؟ خلاص هاتوا انا حاسب عليه. مراتي بتحط عليه بتنجان بيشرب الزيت. عايز كده بقى هات الاذاعه والمصور والحوادث. دول ما بيشربوش الزيت. يبقى اشربه انت. اتفضل يا باشا. ما تعلي يا ابني الراديو ده شويه. حاضر اهو. يا رشدي انت يا بني ادم انت جاي تستجم هنا؟ استجم ايه بقى؟ مش كفايه الهو اللي احنا فيه ده؟ مش كنت خطفتوني في شهر 8؟ احنا لازم نخرج نكلم ابويا. ماشي ما تتاخروش. ايه اذا كنت انت اللي هتكلمه؟ اخرج ازاي بلبس شيتوس ده؟ ايه خايف حد يصطادك؟ بلاش انت يا انتصار. انت عايزين نخلص بقى يا جماعه من القصه دي. ايه ده؟ هو انا قاعده مع اتنين عيال؟ ما تركز معايا شويه يا رشدي. قوم بقى اما اشوف هنعمل ايه في منظرك ده من غير شخط. ماشي قوم شوف اي حاجه تتلبس. القرف ده. يلا يا بنتي. هو بيهبب ايه كل ده؟ انا عارفه. خير يا جماعه مين اللي مقدم البلاء؟ يا نهار اسود ايه اللي انت عامله ده؟ لا كله انا بدلت اخويا. خلاص بقى يا سالي. خلاص ايه انت عارفه انك مروح؟ لو اخويا عارف هيوديه في 60 داهيه. ليه بيشتغل ايه؟ دكتور. طب على نفسه. يا جماعه عايزين نخلص بقى. يلا روحوا انتوا انا مش جايه معاكم. ماشي خليكي احسن. يلا قدام. يلا يا اخويا قدام. ايه القلاصه اللي انت فيها دي؟ ما تزق شويه. انت صدقت انك ظابط؟ زق. سلام.
ايوه انا عارف عارف انه ما كانش قصدك. اتفضل روح ازرق. يا ابن علي مريح البس لك ايه طيب؟ ها مالين الرقم؟ اتنين اتنين؟ اتنين اتنين اتنين؟ يعني قول اربعة. انت هتجمعهم اربعة اتنينات زيرو ستين. حاضر اربعة اتنينات زيرو ستين. هتقول له ايه؟ فرصتي جت سيبيني لو سمحتي. رد يا جبان. الو ايه؟ مشغولة. مشغول؟ طب جرب تاني. حاجة دلوقتي؟ اه. طيب كام الرقم؟ اربعة اتنينات زيرو ستين. برضك؟ كل ده مشغول، هتجرب انا. بيرن بيرن. الو الو ادهم الشاذلي؟ ايوه معاك النقيب رشدي اباظه. انا رشدي اباظه يا ادهم. ايوه يا رشدي يا ابني، انا كنت مستني مكالمتك دي عشان اعتذر لك عن اللي عملته معاك. رشدي انا بنتي ملهاش اي ذنب، احنا اصحاب شركات زي بعض وممكن نفض الخلاف اللي بيننا ده. يا هوي بنتي بنتي. طب اموتها الاول اموتها. اسمع يا ابني انا لو بنتي جرى لها حاجه مش هرحمك. بنتك كويسه والمصحف. طب انا عاوز اكلمها. حاضر ثانيه واحده بابا عايزك. انت مجنون. مش هينفع تكلمها دلوقتي انا مكتفها. طب انت طلباتك ايه عشان تسيب بنتي في حالها؟ عايز فلوس. عاوز كام؟ اقول له كام؟ قول له مليون جنيه. كتير قوي ده. انت مالك؟ عايز مليون جنيه. مل ايه؟ مستحيل. انا والله قلت لها كده. انت اكيد مجنون. حرام عليك شليت الراجل. ايه قفل في وشك ولا الخط قطع؟ لا والله قفل في وشي. انا بتهيألي سيبه يهدى شويه ونرجع بعد كده نكلمه. واخده بالك؟ هو يعني يكون هدي اعصابه شويه والخنفسه دي تكون روحه. يا حظ ظابط انا كنت فاهم انه هيطلب الف الف ونص انما مليون. وما قالكش هياخد الفلوس ازاي؟ فلوس ايه اللي هياخدها؟ ومين اساسا اللي هيدفع له؟ شوف يا حظ ظابط انا معتمد على مجهوداتكم انتوا. انا عاوز بنتي ترجع لي وما ادفعش اكتر من 1750. ايه؟ طب اطمن خالص، احنا بنعمل تحقيقاتنا دلوقتي واكيد هنوصل لحل، بس اول ما يتصل بيك لازم تكلمنا فورا. ربنا يوفقكم. انا عارف ان انتوا هترجعوا لي بنتي من غير ولا مليم. مع السلامه. ان شاء الله ان شاء الله هيرجعوا لي بنتي من غير ولا مليم. انت صحيح هتسيب ملك هانم كده يا ادهم بيه؟ هسيبها ازاي يا جدع انت؟ الله. ما انت كنت نايم. هو انا مش لسه مبالغ البوليس قدامك؟ وافرض ان البوليس ما قدرش يعمل حاجه. ايه ده ممكن؟ طبعا ممكن، خصوصا ان الولد ده مش مسجل، يعني مالوش سكه. طب وبعدين؟ انا عاوز سعادتك تكون جاهز انك تدفع الفلوس. انت اتجننت يا لطفي؟ ادفع ايه؟ ده عاوز مليون جنيه. يا ريت تنعادك وتمشي التراخ علشان خاطر بنتك. وانا بلاقي الفلوس دي في الارض يا لطفي. ده انا لما يصابت له الروح يا ناس. ولو عمل فيها حاجه هدفع. وانا مش ممكن اسيبه يأذيها ابدا يا لطفي. طب جرب كده اكلمه على الموبايل وجر معاه ناعم واعتذر له تاني. اكلمه على الموبايل؟ يا سلام بالساهل اكلمه على الموبايل. هو الموبايل ده مش بفلوس يا لطفي. دي بنتك. انا عارف انها بنتي. لو كنت مأمن عليها كنت سبتها له. ايه ده؟ ابوكي بيديني ميز ديكول. ايه الوطيانة دي؟ انت ايه اللي خلاك تفتح تليفونك؟ اقفله بسرعة. حاضر حاضر. يلا لف عشان نكلمه تاني. يلا. يا ابني يا ابني اقلع البدلة دي بقى هتتمسك بيها. ليه هما بيقفشوا في الضباط اليومين دول ولا ايه؟ خليكي في حالك يا راشد. يلا يلا. الو الو يا ادهم بيه فكرت؟ ايوه يا ابني فكرت.
بس كنت عاوز اقول لسعادتك حاجه، يعني المليون جنيه دول ممكن يعني ادفعهم بالتقسيط على كذا شيك؟ يعني اقسط ايه بس يا ادهم بيه؟ هو انا ببيع لك فيسبه؟ ما يا ابني المليون جنيه دول ما اقدرش ادفعهم على طول، كتير والله. ولا كتير ولا حاجه. بص انا من الاخر مديك احلى سعر، واسال بره يا ابني. الكلام اخد وعطى، وانا ان شاء الله هبقى زبونك مش هسيبك. عاوزك تعمل معايا واجب. بقولك ايه يا ادم بيه، انا مش عايز فصال. انا من الاخر هم المليون ويبقوا مقفولين كمان، وانا مش موافق. انت اكيد مجنون. ايه ابوكي بيموت في قفل السكه الدرجه دي؟ ابويا بياني جايز ما اقتنعش بيا كخطاف. انا السبب. انت السبب ليه؟ هو انت اللي خليت ابويا بخيل؟ This is my dad. Yes. انت خريجة ايه؟ Business Administration AUC. دي اللي في الزقازيق صح؟ بقولك ايه؟ هو انت ليه عايز تنجس البيت؟ اسمها انكس البيت، يعني اصلحه. اللي اذا كان جمعة بقى عنده حق. مين جمعة؟ ده يوم من ايام الاسبوع. ده واحد صاحبي من شلة الجامعة. انت عارف ان انا الوحيد اللي في شلة الجامعة اللي عملت مشروع مخصوص لنفسي. قلت اعتمد على نفسي واتعب كتير واكسب كتير. بتكسب كتير؟ لا بتعب بس. الاكتتاب قرب والاسهم كلها في الطالع. هو ده وقته يا ملك؟ بدلتي. انا لقيتها نشفت رحت بدلتها. برافو عليك. ايه ده؟ هي البدله دي عندها تبول لا ارادي ولا ايه؟ طب هنعمل ايه؟ ابويا شكله كده ولا؟ مش هيدفع حاجه يا ملك، قلت لك مش هيدفع. لا هيدفع يا ملك، وهتعملي العمليه ان شاء الله، وهتمشي على رجلك وتعملي كل اللي نفسك فيه. ازاي؟ ابوكي لازم يتاكد ان انت في خطر بجد وحقيقي، ولازم يشوف ده بعينه كمان. مش هنقعد نقضيها تليفونات ورغي طول النهار، وبعدين كل مره بيقفل السكه في وشي. طب وبعدين هنعمل ايه؟ ابوكي عنده بريد الكتروني. ايه؟ ايميلز يعني، عنده ايميلز. طبعا. انا هخلي ابوك يدفع الفلوس زي الجزمه. قلت لك ما تشتمش. انا اقصد جزمه غاليه يعني. سالي خدي التابلوب اللي في ايدها ده بالكاميرا ودخليه جوه، وانا كمان هقوم اجهز. يا عسل. انا رشدي سرحان باظ، احدثك من الساحل الشمالي الافغاني، وقد قمت بواحد 41 عمليه ارهابيه في جميع الدول الاجنبيه المنوفيه منها والغربيه. احذرك يا أدهم يا شاذ بأنه لن تنعم أمريكا، لا لن تنعم أنت بيوم واحد. أدفع المليون تعاطفك واحد ومو كفاية، وإن لم تدفع لسوف أقتلك وأقتل بنتك ثم أقتل كريم السكرتيرة. عليكم اللعنة جميعا. وعلى فكرة انا بقى لا بيهمني بوليس ولا حركات، ها ولا حركات البلدي دي. ودلوقتي قولي رشدي يا باظة. طيب رشدي يا باظة، مش هتقدر تغمض عينيك. فاصل ونعود. الواد ده خلاص اتنفخ رسمي، ده بقى بتاعنا احنا دلوقتي. الواد ده لازم يروح جوانتانامو. اما الفكره اللي عملها رشدي بمليون جنيه كده، اكيد ابوكي هيدفع. برافو عليك. سالي اديني بقى نص قرص منوم اللي معاك. لا خليه ربع ربع، يوصلني بس لحد السرير. لا 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 بلاش، انت ما تقدرش عليه. ربع هو ربع والله. ما تخافيش انا نحست خلاص. عايز اقولك ان شكلك بجد رهيب. احسن حاجه عملتيها انك خليتي منظرك زباله كده، عشان ابوكي صدق فعلا ان انت مخطوفه. برافو عليك يا ملك. خلي بالك بقى من نفسك. بقولك نحست. يلا تصبح على خير. على فكره انا خدت البدله معايا، ها هنشوفها عندي في الظل فوق، لان واضح انها بتعرق شويه في الشمس. تصبح على خير يا جماعه. بتتري على شكلي؟ عندي الشمس فهمه ده. يا رجل ملوش اي اثر. معقول يكون هرب؟ اكيد طبعا هرب، احنا غلطانين، احنا سبنا له البدله. عملها الندل. شيكي بامبا 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 شيكي بامبا
احنا مش لقينا الجزمة؟ يبقى خلاص نهرب. مش شرط، ممكن يكون هرب حافي. يا رب يا سيد. انت كنت فين؟ انت عايز تشلني؟ لا انا واخدك كده انا حاسب على الكلام. لا اصل ملك يعني كانت قلقانه يكون جرى لك حاجه. ليه انا زي الفل اهو تمام قوي. وايه اللي بالك كده؟ مفيش يعني اصل انا لقيت البدله نشفت فقلت بالله اتشائمت اصلي. بصي انا عملت لك ايه؟ عقد. ده بمناسبة ايه؟ ده بمناسبة الذكرى الأسبوعية للخطف. ثانك يو. لا ده صدف. تفتكري أبويا شاف الإيميل؟ أبوكي؟ أبوكي على التليفون. يا نهار أسود أبويا. طب اهدوا اهدوا ردي عليه. أرد أقول له إيه؟ اسألي ملك. أقول له إيه يا ملك؟ قولي له إنك عند أبوكي بس قومي كلميه من بره. ربنا يستر وساري تعرف تتصرف. هو برضو انا مش فاهم حاجه كده يعني هيفرق ايه لما تقول انها عند ابوها ولا عند امها؟ اصل ابوها وامها مطلقين بقالهم 5 سنين. اه وكانوا واخدين بعض عن حب. مش وقته يا رشدي. ماشي. بقولك ايه؟ هو انت كنت قلقانه فعلا يكون جرالي حاجه لما رجعت مبلول وكده؟ انا عند بابا. انا ما ينفعش اقول لماما عشان ماما بتزعل. طيب ماشي. حاضر. حاضر. باي باي. في حي سالي ماتت ولا ايه؟ ايوه خير ايه اللي حصل؟ اللي حصل ابوك كلم مامي وعرفت منه ان انا مش بايت عندك. طب وانت قلتي ايه لابويا؟ قلت زي ما قلتي لي ان عند ابويا. ولما قال لي امال ايه حكايه بايت عندك دي؟ قلت له ان انا اضطريت اكدب على مامي واقول لها كده لانها ما بتحبنيش اروح لابويا. فايه انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ فايه فاضطريت يعني اروح له من وراها. يا نهار اسود. إيه؟ امي اتصلت 25 مره. اهدي بقى شويه اهدي. بقولك ايه، هو ابوك وامك بيكلموا بعض من ساعه ما اتطلقوا ولا ضاربين بعض بالجزم؟ عمرهم ما كلموا بعض ابدا. يعني ضاربين بعض بالجزم. طب ما هي بسيطه ومحلوله. قولي لامك نفس اللي قلتيه لادهم الكلب ده، ان انت رحتي لابوكي وما رضيتيش تقولي لها علشان ما تزعليهاش. يا سلام، وافرض اتصلت بيه وسالته يا فالح. المراه اللي تقعد 5 سنين ما تكلمش طليقها بعد الطلاق عمرها ما هتكلمه دلوقتي. ده حل تحفه. برافو عليك. ايه ده؟ انا خدي طول عمره شريف على فكره. معلش بقى يا ملك، انا لازم ارجع مصر لان امي على اخرها. ما كنتش عايزه اسيبك معاه لوحدك. متقلقيش. رشدي جنبي. لا ابدا، اصلا انا سمعت صوت حوالين الفيلا فقلت اجي اطمن عليكي. انت كويسه؟ لا انا كويسه خالص، انا بس كنت مخنوقه شويه قلت يعني افتح الشباك اشم شويه هوا. مش جالي نوم. وانا برضو مش جالي نوم. الملايات دي اصلا تعبت شويه. طيب ما تيجي نشرب فخينه بره ولا حاجه في الليل. طيب اوكي
طب اسبقني وانا هغير هدومي وحصلك. اوكي ماشي، اسبقني اوان اسبقني. ايه عجبك؟ هي مين دي؟ البنت اللي على الغلاف، اصل يعني شكلك مركز معاها. لا لا انا ما يعجبنيش الاشكال دي خالص. امال ايه اللي بيعجبك؟ انا اصله البنت بالنسبه لي بتبقى عامله زي الاعلام بالظبط، عارفه؟ كل ما بيبقى بسيط وما فيهوش دوشه بيبقى زي القمر، بيبقى احلى يعني، وفكرته توصل بسرعه. بالظبط. طب وانت بقى شايفني زي اني اعلان؟ ده سؤال ذكي. اقول لك اهو، انت اهو لمبة وقلاوز كمان هتلسعك. اوعى تطفيهم. انت بتشرب ايه؟ نسكافيه. ده اكيد اكسباير. لا ده نسكافيه. اوه لا فعلا مش اكسباير. لا مش قلتلك اسمع الكلام. انت مش عارف يعني ايه اكسباير؟ لا عارف طبعا، انا كريم على طول بتعمل لي نسكافيه اكسباير. هوا بقى شوية. يلا. مين كريمة دي؟ دي السكرتيرة بتاعتي، أحلى واحدة في مكتبي، حاجة كده عاملة زي القلم الجاف لما يضرب في الحر. هو أنت ما عندكيش إخوات؟ لا أنا وحيدة. زي حالاتي يعني، الحال من بعض. أنت برج إيه؟ أنا برج العقرب. إيه؟ في إيه؟ وأنا ليه كل ما أقول لحد إن أنا برج العقرب يقوم مخضوض ومفزوع مني كده؟ لا أصل أنا أعرف إنهم غدارين. طب وأنت رأيك إيه؟ لا انا شايفه عادي يعني. شفتي؟ وانت برج ايه؟ العقرب. ده بيقولوا عليهم غدارين جدا. تاخدي شفته؟ لا اصلا انا بقرف من نسكافيه. ليه انت مش مقرف ولا حاجه؟ ايه شعرك ناعم قوي. لا خلي بالك بقى لا تنطري علينا حاجه. ايه المطار اللي احنا قاعدين فيه ده؟ فلوس كنت اديتها لك تعملي بيها العمليه.
قصدك يعني لو فلوس زايدة عن حاجتك؟ لا، حتى لو آخر فلوس عندي إيه اللي هيحصل يعني؟ الدرجة دي؟ مش أنت هترجعيهم ولا هتضربي عليهم؟ طبعا هرجعهم لك. طب خلص رشدي، أنت إيه اللي خلاك توافق على حكاية الخطف دي؟ لما قلت لكم سيبوني 3 دقايق أفكر كده، نط في دماغي راجل عندنا في المنطقة محلتوش 3 جنيه، بيشتغل غطاس. ازاي؟ أنا أعرف إن الدايفرز دول بيكسبوا ذهب من الغطس. ده ما كانش بيغطس في البحر، ده كان بيغطس في المجال. أيوه، في بلاعات الحتة عندنا علشان يسلكها. المهم يعني في يوم سألت فقالوا لي ده انتحر، كان مزنوق في 300 جنيه علشان ابنه كان عيل. فسألت نفسي لو كان عم تسوقي ده جه وطلب مني ال 300 جنيه دول وكنت اديتهم له يعني، كان زمانه عايش. ماله؟ مش عارف، مش عارف اعمل ايه مع البدلة دي. التليفون اشتغل. اكيد ساري دفعت الفاتورة. ليه يكون بابا عرف مكاننا؟ هو لو بابا عرف مكاننا هيتصل ياخد ميعاد قبل ما يجي. اكيد هي سالي. قومي ردي. ايه اللي انا بقوله؟ ايوه يا رشدي، انتوا لازم تسيبوا الفيلا الصبح بدري. اخويا جات له مأمورية الصبح في اسكندرية وبعد كده هيعدي على الفيلا يدفع فلوس الصيانة ويروح على طول. تقدروا تبقوا ترجعوا بعد كده. كده الفيلا رجعت زي ما كانت بالظبط. انت عارف ان انا عمر ما حد عمل معايا كده؟ قصدك يعني عشان بلبسك الجزمة؟ امال كنت بتعملي ايه؟ كنت بتخرجي حافية؟ لا طبعا. بكرة تخفي وتعملي كل اللي نفسك فيه. انا عملت لك دي فيونكة ودي جزرة. يلا اوعي تخافي. هنروح فين؟ تمام هقول. يلا متأخريش بقى. رشدي مين؟ جيتي بسرعة جدا. ياه، ميكروباص وحشني قوي. ايه ده؟ احنا هنركب ميكروباص؟ تحبيه ولا ايه؟ لا انا عمري ما ركبته. انا عمري ما ركبت غيره. مفيش الا مطرح واحد بس. مش هينفع احنا اتنين. ما تلاقيش، انا هتصرف، انا هتصرف. تحبي تقعدي جنب الشباك؟ يا ريت. قومي يا وليمه جنب الشباك، قومي. عارفه احلى حاجه في الميكروباص ايه؟ ان كل شبابيكه بتبص على الشارع. الله بقال لخبطه دي ليه؟ ياللي خاطفني يا ريت تقول لي ايه حصل لي؟ على كده بقى دال اتكسر بس. بص يا رشدي امني لي ظهري. طب شويه بس كده عشان هي بتقلق من المنظر الكامل. اتفضل. خد تعالى هنا اهو. تعالى انت ايه فاهم نفسك حركه ولا ايه؟ مفيش ادب يالا. لا مفيش ادب. يالا مفيش ادب خالص. مفيش خالص. يبقى نتربى. لما هو مفيش ادب يبقى نتربى. تصدق انا شايف البحر من عندي هنا. ايه؟ لا
يا مدام قصة كابوريا ايه ونيلة ايه؟ ده انا هعملك دلوقتي قصة النوكيا الجديدة حاجة مع قصة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اتفضل حضرتك اطلع بره، هنا كوافير حريمي ما بنوصلش رجالة. مقدم هشام ابو النور مباحث عامة. طب اتفضل حضرتك اغسل لحد ما اخلص الزبونة اللي في ايدي. هاتوه. ايه يا باشا في ايه؟ معلش عندي حلقة ميري هخلصها واجي لحضرتك. تمام يا باشا. لا 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 لا. انا اسفه يا رشدي، انا السبب. يا ستي خلاص، ما اتعودت اتبهدل بسببكم، مره ابوكي ومره انتي. انت ايه اللي خلاك تضربه؟ انا والمصحف ما ضربته، انا اللي كنت تحت مش الطويل. معلش قلبك ابو. انما ما قلتليش انت كنت رايح لابويا ليه؟ كنت رايح له فكره هتنقذه من الضيعه اللي هو فيه. فكره؟ فكره ايه؟ قلت له يا ادهم بيه، كل نفسك قبل ما حد ياكلك. مش فاهمه. هقولها لك بلغتك. eat yourself before somebody eats you. مش فاهمه برضه. امال اقولها لك بالروسي ولا ايه؟ امال ايه ادمنستريشن بقى ومع التعاون والحاجات الكتير دي؟ ايه يا رشدي؟ ايوه اسكالوب هنا. هنفترض ان ده السوق. ابوكي بقى نزل له منافس جديد زي ما انت شايفه، كل منه نص السوق. صحيح، انا كتسلي حكيت لي على المشكله دي. كل اللي هنعمله بقى ايه؟ ان ابوك هينزل نفس الغساله القديمه بس باسم جديد، وهيسيب الاسم القديم زي ما هو. اوكي، يبقى بالشكل ده احنا معانا كام غساله في السوق؟ ثلاثة. ابوك ليه كام واحده فيهم؟ اثنين. يعني ابوك بقى معاه تلتين السوق بعد ما كان ليه النص. طب افرض النوع الجديد اللي ابويا نزله كانت من النص بتاعه هو، يبقى النظريه بتاعتي اتحققت بجد وحقيقي. لما ابوك ياكل من نفسه احسن ما ينزل له حد جديد بغساله جديده ياكل منه. eat yourself before somebody eats you. يعني ايه؟ فهمتي؟ فهمت، فكره حلوه قوي. راجل حمار. الله، لازم يشتى. ويا ريت بقى ناكل ونغير السيره الهباب دي. احسن حاجه عملها ابوكي انه خلانا نقطع الاسكالوب. ده الواحد نسي شكل الجرايد. ده زحلقه نزل جل زحلقه تزحلقه ويزحلقك. ده فكرتي الاعلان ده. امال ايه؟ ده حلو قوي. بعرف كده. ده اشربيها كلها على ما اخلص الموضوع. ايه ده؟ ابوكي بلغ البوليس. يا نهار اسود ومنيل البنيله، انا كان مالي ومال الحكايه السودا دي؟ رشدي رشدي، ايه ورنيت ايه وزفت ايه دلوقتي؟ انا كان ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. انا همشي انا همشي وهمشي وضميري هيبقى مش واجعني. رشدي أنا آسف على اللي أنا قلته. أنا بجد وحقيقي مش هسيبك أبداً إلا لما تقدري تقفي وتمشي ورا. أنا آسف بقى. يلا عشان إحنا فاكرين الكرسي صف تاني. تتجوزني يا رشدي؟ قلت ايه؟ تتجوزني؟ دي الطريقة الوحيدة عشان تحميك، لأن مفيش حد بيخطف مراته. عقد عرفي بتاريخ قديم، وأنا كتبت العقد. امضي. جبتي القلم ده منين؟ أنا مش بهزر يا رشدي. أنت مجنونة؟ أنت مش خايفة على سمعتك؟ مش أحسن ما تتبهدل بسببي؟ امضي بقى. أنت فكرتي كويس أوي في اللي أنت بتعمليه ده؟ أيوه، امضي. طب هاتي. أوعى تكوني كاتبة مؤخر صداء والحركات البلدي دي. ومن هنا ورايح، ها؟ مفيش خروج من البيت إلا بإذني. خليها معاكي. وأنا هاخد ده. بتعمل إيه يا رشدي؟ بتعمل إيه؟ أنت اتجننت؟ هتعمل ايه؟ ايه؟ بحط القميص والبنطلون. شبه هنا صح؟ هو مين؟ رشدي قواظ. انت احلى. كل الناس بتقول لي كده لما بحط القميص والبنطلون.
رشدي. ايوه. تعمل ايه لو انا وقفت ومشيت على رجلي؟ تمشي ازاي يعني؟ مش قصدي يعني، انا اقصد يعني اكيد طبعا هبقى فرحان ومبسوط، واكيد يعني ده انا ممكن اتشل من الفرحه. بقول لك ايه، انا مش قادر، مش هخش بقى. لا انا عايز اقعد لوحدي شويه. طيب انا هخش انام. يلا تصبح على خير. تمام اهلا. بصراحة مش قادرة أكدب عليك أكتر من كده. ياريتني كنت مشلولة بجد وحقيقي عشان ما تسيبنيش. أنا بقولك الكلام ده دلوقتي وأنا مش مكسوفة، بالعكس أنا سعيدة جدا، لأنه على الأقل الراجل اللي بحبه دلوقتي هو رشدي أباظة. كنت مستنيك لما تصحى عشان كنت ناوي اقول لك ان كنت عارف. رشدي انا، رشدي اسمعني، انا لسه دلوقتي كنت قاعده. رشدي عبيط يالا ولا بتستعبط؟ هي بقت الموضه دلوقتي ان البنات هم اللي بيخطفوا الرجاله ولا ايه؟ بكتاب الله يا باشا، بكتاب الله، زي ما حكيت لك كده بالظبط. انا اتضحك عليا، انا كنت مخطوف. كنت ايه؟ كنت مخطوف. مخطوف؟ واتخطفت بس ولا حصل حاجه تانيه؟ لا لا الحمد لله، ما افتكرش ان حصل اي تحرش. تعرف انت هيجرى لك ايه يالا؟ ولا انت ما بيهمكش من البوليس؟ لا بيهمني يا باشا، بخاف طبعا. ما تخافش من البوليس. بخاف. ها؟ ولا الحركات البلد اللي بيعملها البوليس؟ ده انت هتشوف حركات. ايه ده يا باشا؟ لا يا باشا خد بالك، انا مواطن شريف وله حقوق. انا ما حدش هيقدر يعمل لي حاجه على فكره. نعم يا روح ماما. ايوه ده انا بلغ نقابه المحامين والهلال الاحمر ونقابه الضباط وعملوا لكم فضيحه هنا اهو. خدوها الحجز. ايوه. يعني ايه؟ عايزاني اقول للناس والجرايد ووزير الداخليه اللي قلب الدنيا عشان حضرتك ان انت وصاحبتك كنتوا بتلعبوا؟ ما فكرتيش في شكل انت وهي؟ معلش يا انكل، احنا اسفين، ما كانش قصدنا. بصراحة أنا مش بفكر دلوقتي غير في رشدي اللي ممكن يروح في داهية بسبب الحكاية دي. وما فكرتيش كده ليه من الأول؟ هي الحكاية جت معايا كده، ما كانش في دماغي إن ممكن حد يتحبس بسببي. خلاص خلاص، هو نصيبه لحد كده. هنقفل على الموضوع ده وكل واحد يروح لحاله، وكفاية فضائح لحد كده. طب ورشدي؟ طبعا هيتسجن يا أنسة ملك، ده خاطف انثى وحاول يبتز ادهم بيه. ايوه يعني شويه تهم توديه في 60 داهيه. يا انكل لطفي، احنا اللي اتفقنا معاه انه يعمل كده، ما ينفعش يجي في الاخر ويتحبس. ما هو لو ما اتحبس في ناس تانيه هتتحبس. قصدك ايه؟ قصدك ان انا ممكن اتحبس؟ يا ستي مش انتي، ما تقول لها يا متر. قصدك انا؟ او ادهم بيه؟ ايه؟ مش هو اللي مقدم البلاغ؟ انا باختصار هقول مش هو اللي خطفني، لان مفيش حد بيخطف من مراته. ايه؟ احنا متجوزين عرفي. عرفي؟ والعقد معاه. انت اكيد اتجننتي، اتجوزتيه؟ اعمل ايه يا ربي؟ لطفي ورقة العرفي دي لازم ترجع، بالذوق بالعفو لازم ترجع، يا اما هقتل وقتنا وارتاح. اهدى بس يا ادهم بيه، وكل حاجه هتتحل. اول حاجه لازم نقولها ان ده كان لعب عيال. قول اي حاجه يا لطفي غير الجواز العرفي. يعني رشدي هيخرج غصب عن عين ابوكي. حقك عليا يا جمعه. يا عم رشدي في ايه؟ ده السجن للرجاله. بس انا اتبهدلت قوي. وانا كمان. ايه يا عم؟ في ايه بقى؟ ما تروق.
تصدق البدله دي وحشتني. بس يا مالك لحت كده ليه؟ دي عايزه غسيل ليه؟ البدله دي مغسوله لثلاث سنين قدام على فكره. اوعى تغسلها. ليه؟ ممكن تشتمك. ايه ده؟ حبيبي الاجره ورا. في يا استاذ علاء؟ مصيبة ايه يا استاذ؟ على فين يا عم الامين؟ البيت بقى خطر وصدر قرار من الحي باخلاءه. يا نهار اسود ومن ايه؟ يلا طب ممكن اطلع اجيب حاجتي؟ يلا بسرعة. يا نهار اسود. كل حاجه زي الفل، البيت هيقع وانا مش لاقي حته اقعد فيها، مفيش داعي للاعتذار يعني. رشدي انا بجد اسفه. اسفه على ايه يعني؟ هو انت اللي هتهدي البيت؟ لا، عشان اللي حصل لك بسببي. قصدك يعني علشان مرمطيني وكده، ولا جايز عشان كنت هتضيع مستقبلي، ولا جايز علشان ضحكتي عليا مرتين ثلاثه؟ لا ما تاخديش في بالك، هما الناس طيبين كده اصلهم، بايخين ما بيحفظوش الجميل. انا ما كنتش مرتبه ان كل ده يحصل. وهو حصل خلاص. دي ورقه الجواز العرفي، انا فاهمه ابويا انها معاك، خدها واطلب منه قرشين كويسين عشان تبتدي بيهم حياتك ومستقبلك. انا ضيعتهولك. انا خلاص بقيت اكسبايرد، يعني منتهى الصلاحيه، ولا مش عارفاها. انا مش عايز اسمع صوتك خالص، ومالكيش دعوه بالموضوع ده نهائيا. انا اسفه يا بيبي. بيبي سمعتيها فين دي؟ في مسلسل معالي زاد كانت بتقولها لاحمد بدير امبارح. وهي اي حاجه معالي زاد تقولها لاحمد بدير تقوم تيجي تقولها لي؟ افرضي انها حاجه سر. انا اسفه. يا كريمه. نعم. كريمه افهميني لو سمحتي. كريمه انت زي اختي، انا بعزك زي اختي، ها؟ واكبر دليل على كده ان انا ما رضيتش اطردك بعد الشهاده اللي شتيها عليا. انت عرفت؟ ايوه عرفت وسابك تاكلي عيش. استهدي بالله كده وشيل الاوهام دي من دماغك. حاضر يا استاذ رشدي. يلا امشي. بقولك ايه؟ نعم. قولي كده تاني يا بيبي. يا بيبي. لا مش قادر، مش قادر يا كريمه، مش قادر. اخوات امشي. صدق لو قلت لك ان دول كانوا اجمل خمس ايام قضيتهم في حياتي. بس لما شفتها بتمشي حسيت باحساسين عكس بعض خالص. ما اكذبش عليك، انا كنت فرحان، كنت فاكرها مشيت بجد، بس في نفس الوقت حسيت كان في نار في دماغي كانت بتخدعني. تخيل يا جمعه، تخيل لما واحد يحب واحده وهي مشلوله ولما تمشي يكرهها. طب ما تكرههاش يا رشدي. اسمع، انت الوحيد اللي طلع خسران في اللعبه دي، ملك ورجعت لابوها، وانت اتبهدلت في الاقسام واتسجنت. انا لو منك اسمع كلام ملك واروح لابوها واخد منه الفلوس، ده حقك، وبعدين هي موافقه على كده. طب
حط لي 5 معالق عشان حاسس بهبوط. اتفضل. 50,000 جنيه اهم، وما تحلمش ان هدفع لك مليم زياده. فين الورق؟ 50,000 جنيه؟ عيب عليك، ده انت راجل مليونير، يعملوا ايه 50,000 جنيه؟ ده انا ما صدقت اقنعه. انا ماليش دعوه. طب قول انت عاوز ايه؟ انا مش طماع، انا هاخد نص المبلغ اللي بنتك كانت هتاخده منك وهي خطفاني. ايه؟ انت عايز 150,000 جنيه؟ لا، يقصد 500,000 جنيه. ايه؟ في ايه؟ انت معايا ولا معاه؟ هو اشتراك ولا ايه يا لطفي؟ ولا اشتريته ولا اشتراك. ايه؟ 500,000 جنيه كتير على حرية بنتك؟ ادفعهم له يا بابا من نصيبي في الميراث بتاع امي. انت تخرسي خالص، انت ايه اللي معارك معانا؟ روح روح اقعدي هناك، امشي امشي وانت بتحلم. يبقى روح احلم في حته تانيه بقى، واضح ان احنا ما اتفقناش. استنى بس يا استاذ رشدي، استنى. اتفضل اقعد. ماشي. هيدفع مليم زيادة، أنا عارفه، ده معفن. أنا لما وافقت أقعد، وافقت أقعد علشان أساعدك، مش عشان أستغلك. الانتاج ده وبلاش نصنع الغسالات يا فندم. المنافس اللي قصادنا مش سهل. طب ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي يا فندم. احنا دلوقتي نزل قدامنا منافس جديد اكل مننا نص السوق بعد ما كان السوق كله بتاعنا. مظبوط. ايوه شريط ده يخصك. شريط؟ شريط ايه؟ اسمع وانت تعرف. شريط ايه حبيب قلبي؟ طب ما تيجي. معلش عندي زبونه بفنشها. ماشي. مش قادرة اكتب عليك اكتر من كده. يا ريتني كنت مشغولة وكانت حقيقي علشان ما تسيبنيش. انا بقولك الكلام ده دلوقتي وانا مش مكسوفة، بالعكس انا سعيدة جدا، لانه على الاقل الراجل اللي بحبه هو رشدي أباظة. وبكده هيبقى معانا تلتين السوق، او على اقل تقدير نوع الغسالات الجديد اللي هننزله هياكل من نصيبنا احسن ما يجي حد جديد وياكل مننا. يعني يا بابا كل نفسك بدل ما حد جديد يجي وياكلك. انا زي ما اكون سمعت الجمله دي قبل كده، بس والله فكره هايله.
برافو عليك يا ملك، بس دي مش فكرتي. امال فكره مين؟ ايه ده رشدي؟ فايزه ازيك؟ انت تاني. ملك فين؟ رشدي رشدي ازيك؟ ازيك انت؟ انا سمعت الشريط. ايه ده، وانت كل ده ما كنتش سمعته؟ للاسف. وصدقت؟ للاسف. ما هو اللي بيحب حد لازم يصدقه حتى لو كان كذب عليه، بس انا صدقتك. انا قلت لهم على الفكره بتاعتك وعجبتهم. بابا رشدي هو صاحب الفكره. قلتي لابوك على فكرتي؟ يا ابني الايه؟ طب يا ابني فهمني الفكره واحده واحده بالراحه كده. هو انت اديتني فرصه افهمك؟ ده انت طردتني. عموما انا هعوضك، انا هعمل معاك عقد تسويق ب 300 جنيه في السنه. خد يا ابوك وخش جوه يا ملك. 350 ماشي؟ ماشي. مع السلامه يا فندم. ما تقلقش رشدي بيه على وصول. مزمزيل غادة. غادة، غادة، أنا عايز أقولك على حاجة. أنت دخلت التاريخ من أوسع أبوابه بقعدتك معايا. أهلا وسهلا. مين ده يا غادة؟ ده رشدي بيه. رشدي بيه؟ طب معلش عندي ارتباط. لو سمحت حضرتك منتظرني؟ أيوة فندم. اهلا وسهلا. اهلا بسعادتك. معاك رشدي اباظه. مين سيادتك؟ فريد شوقي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. رحت مارينا او حاجه قبل كده فريد؟ لا ما رحتش. ده انت هتشوف ايام سودة. ايه ده، دي من عند ابو نسمه صح؟ مظبوط. لا والله. ادالك بكام؟ 13 جنيه. لا ضحك عليك، ضحك عليك على فكره. اهلا وسهلا. اتفضل. انا مش هقف على سعادتك وقت تاني يعني. يا راجل ده المليجي جوه وعماد حمدي والشله كلها جوه. ده انت مين؟ ايوه اتفضل يا غالي اتفضل. ابو نسمه عامل ايه؟